وأخيرا أخوتي تحديد الجلسة إن شاء الله بإذن الله. تبارك الله عليكم، وتحية لكم كبيرة أخوتي، تحية بدون استثناء داخل الوطن خارج أرض الوطن. تشكر الناس اللي كيدخلوا عندي جداد، نقول لكم شكرا، مرحبا بكم. الناس القدام كذلك مرحبا، ومية ألف مرحبا. خوتي العزاز، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الحال يا ربي، وفي احوال جيده نتوما وعائلتكم ووليداتكم. جيتكم بهذا الفيديو، هذا الفيديو اللي عاجل شويه، فيديو اللي هو كيف ما تنقولوا بزاف الناس اللي مشوقين فوقاش يسمعوا هذا الخبر، مشوقين فوقاش يعرفوا شنو غادي يوقع، شنو غادي يكون، كل شيء غادي تعرفوه في هذا الفيديو. نتمنى اخوتي ما تنساوناش من البصيمه فضلا وليس امرا، وشكرا لكم، كنشكركم جزيل الشكر داخل الوطن خارج ارض الوطن في احياء بقاع العالم. كنشكر كاع الناس، جميع الناس اللي داخلين في هاد العائله يعني، وبغاو لهم الخير وبغاو لهم الصلح. شكرا لهم القنوات اللي باغيين حتى هما هاد الشيء هذا وهذا الخير، شكرا لهم. الناس اللي حتى هما جاوا ضد هذا الشيء، الله يهديهم. حنا حتى حنا راه حنا ولكن حنا كاع ماشي نقولوا حنا كنا ضد يعني الناس يبقاو في الحبس، لا، انا دائما تنقول لكم كنا ضد الام البدويه، كنا كنتقدوها بالفعل باش تمشي تصالح مع اختها هذا الشيء اللي كاين. حنا ماشي راه حنا ضد يعني هاد الناس باش يبقاو في الحبس، لا، بالعكس، والله حتى بالعكس، وبالعكس فرحنا هذا الشيء هذا، فرحتنا المبادره اللي دارت فاتحه واللي داروا بناتها، ومشكوره ومشكورين الناس كاملين. مشكور الاخي الزروالي، كلهم اخوتي القنوات اللي داخلين طبعا في هذا الشيء هذا، اللي داخلين في الصلح وباغي الصلح. الناس اللي كاينين بعد منهم اللي رافضين هذا الشيء، وراه خرجت البدويه اصلا وقالتها في لايف، وقالوا لها علاش شكري الزروالي، وعلاش خوتي العزاز، راه كيف ما تنقولوا راه الانسان ضروري غتشكري. واحد الانسان مهما داخل بخيط ابيض وداخل في هذه العائله بالصالح، وهو اللي زعما اللي كان واقف في هذا، اللي وقف في هذا يعني عنده يد في هذا الصالح، راه ضروري الانسان غيشكره. وعلاش ما غاديش تشكروا هي زعما؟ علاش؟ اذا الا ما شكراتوش، اذا هي غادي تثبت بان باغيه بان ولادها يبقاو في الحبس كيف ما قالت هي. واش انا الا شكرتك الظروفيه ولا عائلتك الظروفيه، فمن طبيعه الحال خصها تشكروا، وتشكر كاع الناس اللي داخلين في دايرين هاد المبادرات الصلح، كاملين مشكورين وكاملين الله يرحم لهم الوالدين. وحنا خوتي ماشي زعما ضد، ماشي ضد، بالعكس حنا دابا عجبتنا هاد المبادره، عجبتنا داكشي اللي دارت فاتحه. ولا بنيت انا في الصراحه داك الفيديو حطيت في الصباح، اثرت فيا حفصه بزاف الصراحه. الله تنقول لهم شكرا لكم، وتحيه للسي عثمان بوليداته بالزوجه ديالو، تحيه لي كبيره في الصراحه. الله خوتي راه انسان مزيان انسان يدخل بخيط ابيض، راه الانسان يدخل بخيط ابيض حسن ما يدخل بخيط كحل. فكافة صافي، انسان راه دوزو اللي دوزو، نبغيوهم اخوتي يخرجوا عاد وليداتهم. وحنا تفرحانين بالتنازل وفرحانين، كنتمنوا الخروج، كنتمنوا الجلسه تحدث اخوتي العزاز باش تعرفوا الجلسه تحدث اليوم الاثنين ان شاء الله باذن الله غادي تكون الجلسه. كنتمناو السي عثمان، لان تحديد الجلسه العشرة خوتي، العشرة خاص التنازل يكون واجد، العشرة خاص التنازل يكون واجد، يعني يكون في يد المحامي. كنتمناو باش يسرع، باش هاد التنازل زعما دغيا يتصوب، وما يكونش واحد زعما شويه ديال باش يتعطل، يكون زعما تكون مساعده دغيا، لا من اللي غادي يطبع ولا من اللي غادي يكتب دغيا، باش يكون في يد المحامي قبل من العشرة. وان شاء الله غادي يكون الخير، وحنا غادي نكونوا ان شاء الله حاضرين في الجلسه ان شاء الله باذن الله نهار الاثنين. كنتمنوا الخير، واي حاجه خوتي عزاز، اي حاجه غادي نوصلكم بها ان شاء الله باذن الله. وحنا كنتمنوا الخير،
وكنتفائلوا خير، ويا ربي يكون خير على المسلمين كاملين وعلى المسجونين كاملين. كنتمنوا لهم الفرج، وكنتمنوا لاي واحد يدير له شي تاويل الخير اخوتي العزاز. فترقبوا اليوم الجلسه الاثنين ان شاء الله، راه كل شيء اي حاجه غادي نوصلكم بها. كيف ما قلنا لكم كنتمنوا الخير، وكنتمنوا الناس اللي صراحه هما الله يهديهم كنتمنوا يقولوا شي كلمه طيبه، وما يحاولوش يبقى بنادم هاز الحق هاز الحق. لا لا، انسان خصو يكون طيب القلب، يكون القلب ديالو مسامح، والقلب ديالو يكون يعني كيسامح، ما يكونش يهز الحق د اخوتي. وهنا تنقول وغنولي نعاود الشكر للفاتحه، لا هي ولا الزوج ديالها ولا بنياتها كاملين بدون استثناء. الشكر الزروالي الزروالي اخوتي، راه نشكروه. علاش؟ انسان اللي تيدخل بواحد الخيط بيض كيف ما تيقولوا، ما معرضش فهاد هذا، فضروري غادي نشكروه، وغادي نشكروه وتنطلبوا من الله يخلي له وليداتو، يخلي له والديه والزوجه ديالو، ويعطيه ما تمنى هو وجميع امه سيدنا محمد يا ربي. مشكورين كاع القنوات اخوتي العزاز اللي داخلين في هادشي، كلهم مشكورين، كنشكروهم اللي هضروا فعلا فعلا فعلا. ودائما تنقولها لكم فعلا، راه بزاف القنوات اللي كانوا ضامنين كيف ما قلت لكم مع فاتحه من النهار الاولي ضامنا معاها، ولكن حتى دابا نضامنوا معاها. ملي جات هاد المبادره الصلح غادي نضامنوا معاها، وغادي نوقفوا حتى في الصلح، وغادي نبغيو الصلح، ونبغيو دوك الناس يخرجوا من السجن، غادي نبغيوهم يخرجوا. لان هذيك مريم عندها واحد البنيه، انا قلت لكم البنيه تتعز عليا، عندها واحد الزوج، حنا كنتمنوا لهم يخرجوا ويعيدوا مع وليداتهم ومع الزوجات ديالهم. كنتمنوا الخير اخوتي كل واحد. اش غادي نقول لكم؟ الصراحه الله فري، راه دازت معاناه، دازت 7 شهور عانوا فيها للطرف الاخر ولا الطرف الاخر، يعني بجوج، لا البدويه عانات ولا فاتحه عانات، يعني كلهم عانوا. فاخوتي العزاز نحاولوا، يحاول الانسان اللي غادي يدخل يدخل بخيط ابيض، ما يبقاش يلوم ويقول ليها بحال دابا اخوتي شي وحدين يعني عاتبوها، قالوا لها علاش شكرتي الزروالي، علاش تشكري الزروالي، وبالله عليكم دابا نتوما علاش ما غاديش تشكر هذا الزروالي، علاش هو دخل بخيط ابيض، علاش اخوتي العزاز ما غاديش تشكرو؟ فهادشي هذا راه حشومه وعيب وعار الانسان يقول هادشي هذا. فاي واحد اي واحد غادي يشكر واحد الانسان اللي دخل له بخيط ابيض وبغى له وليداته يخرجوا، اي واحد واخا يكون عدوك، واخا يكون عدوك غادي تخرجي، الا دار فيك واحد الحاجه زوينه غادي تخرجي تشكري. انا بدوري كنشكرو، وانا بدوري كنشكر الناس، انا قلت لكم تنشكر الناس اللي مضامنين، والناس اللي ما بغاوش الله يهديهم الله يهديهم. دابا شوف اخوتي العكس صحيح، دابا شكون اللي ما بغاش؟ هما الناس اللي معاه. حيد اخوتي من 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 سعيد اللي في الغربه، ما تندويش عليه، بالعكس بالعكس، وهذاك راه سعيد راه تواصل مع الزروالي وعجباتو هاد المبادره. ولكن كاينين شي ناس اللي هما قنوات معاها معاها، وقال كيموتوا عليها وكيموتوا على ولادها واقفين، هما اللي ما بغاوهاش اخوتي تشكر الزروالي. علاش؟ ما نعرف، حيت هما عندهم معاها كيف ما تنقولوا عندهم معاها خلاف وعندهم معاها حقد، بغاوها. ولكن هادشي هذا راه انسان خصو يفهم، هذا راه حس خلاف بينك وبينه، انت بيناتك انت وياه، علاش هي غتقول لها ما تشكريش؟ علاش؟ فهي مادام دخلها فهاد الصلح وهو اللي مكلف بهاد التنازل، فضروري غادي تشكرو، ضروري غادي تشكرو. هادشي اللي تنعرف انا، ومشكورين وشكرا، مشكوره فاتحه، ونعاود نشكرها هي وليداتها والزوج ديالها، اللهم تعالى يعطيها صحيحتها ويشافيها، والله يطفي هاد الغضب. وكيف ما قلت لكم اخوتي، الجلسه الاثنين ان شاء الله بعد غدا، بعد غدا غادي تكون الجلسه، وغادي نكونوا في الجلسه حاضرين، وغادي نقول لكم شنو وقع، وكنتمنوا الخير باش ما تحكم الملف، غادي نقول لكم. وحنا كنتمنوا الخير، وكنتمنوا هاد الناس يتحكم عليهم بالخروج ويخرجوا عاد وليداتهم، عفا الله عما سلف، والحمد لله حنا مسلمين وتبقى مسلمين، تيبقى فينا خونا المسلم. شكرا لكم، شكرا للمتتبعين تاعهم اللي كانوا متابعين هذا الملف من البدايه حتى النهايه، شكرا لهم، شكرا الناس اللي متضامنين مع الصلح،
وتنظن راه كلشي باغي الصلح، كلشي باغي الصلح راه كلشي. شكرا لكم كاملين اخوتي، ما تنساوناش من اللايكات فضلا وليس امرا، البارطاج ديالكم اخوتي العزاز، واللي ما مشتركش يشترك. تحيه لكم، خليوا التعاليق ديالكم اخوتي العزاز. بالسلامه، الى فيديو ان شاء الله اليوم الاثنين ان شاء الله او لايف غادي نقول لكم اشنو وقع. شكرا لكم وتحيه لكم.